ماشي مجرم. ورقة بيضاء، السيدة كانت معاه، والدة معاه بنت، والقدر وقع قدر. ما تفهموش ما شو شنو وقع نزاع بيناتهم، ما تفهموش، وقع الغلط، غلط كاع وقع. خبار من الدرب عندنا هو، والدرب هي من الدرب. انا وقع غير هذا الشيء اللي سمعناه، انا ما حاضر لا ضرب لا والو، مش لا موس، ما حاضر السيده. انسان يقدر يكون شي واحد حاضر هنا هو اللي غادي يقدر يعاود لكم. ما انا الشهود ديالي هو السيد درويش، ماشي مجرم. السيده حتى هي ماشي مجرم، والد معاه ولد وبنت ومعاه، وقع الغلط. مزيان درويش راه كابر معانا حنا وعلى ولدنا، هذا الشيء كيكتب، والغيره راه كتكون. يعني يكون ما غار عليها الدريه ما غاديش تلقى ليه وضربها. تناقشوا ويا حاجه بسيطه، راه ما فين كنتي ما فين كنتي، هادشي اللي سمعنا حنا كلشي. صافي راه ضربوه، الله يدير تاويل تاع الخير اخويا. مجرم ماشي قتال، ماشي شمكار، ولد دارهم خدام صالح، ما عنده لا وسخ لا صوابق لا حبس لا والو. والدريه رابطه مع علاقه قويه، ماشي يلاه تلاقاه ولا مده 4 ولا 5 سنوات. كيغير عليه هادشي اللي وقع، حاله صغيره. يعني راه كان واقف معانا هنا ما كاملش نص ساعه، مشى دار مع الدوره، جيت السيبير تلاقى به مع خارجه من الشانطي من تماك. صافي تماك من الدار بويا، اش غنقول لك؟ حاضرين في البدايه ما حاضرينش، ولكن هاد الشيء راه كتاب عليهم. هو راه الدري صالح وهي درويشه، وهادشي كيكتاب. هو قباص وعند دارهم زعما دري صالح في دارهم، كتاب عليه المكتوب. ما عنده لا وسخ لا حبس لا والو، وراه قدم بنفسه قدم راسه لراسه، ماشي زعما شي واحد نقول لك نوا باش يقتلها يكرفص ويهرب ولا ما دارش داك الشيء. المهم الدري راه عنده مع علاقه قويه، راه والد مع بنت، راه شحال هما كيعرفوا بعضياتهم. واش راه كيكتب؟ والله يدير تاويل تاع الخير اخويا.